القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. تظاهر المئات من المواطنين وعدد من المسؤولين وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية ظهر اليوم أمام سجن عوفر غرب رام الله، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث قمعت قوات الاحتلال المواطنين مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وسط تواجد كثيف لجنود الاحتلال. بالأمس والأسبوع الماضي وما سيكون غدا، وكما يجري في كل منطقة من هذا الوطن، حالة تفاعل رائع للغاية من قبل على كل المستويات، من قبل كل القوى وعلى المستوى الشعبي والرسمي، حالة تفاعل مع قضية الأسرى نصرة لهم. هذا الشعب الفلسطيني الفخور بهؤلاء الأسرى، هم في وجدانه، في عقله، في قلبه، هؤلاء الذين نفخر بهم، الذين يقفون بتحدي بعناد بعنفوان في وجه مخططات الإسرائيلية. نحن أساساً كل فعالياتنا سلمية، الذي يحولها إلى عنف هو الاحتلال الذي يعتدي على فعالياتنا، يطلق عليها النار، يطلق عليها قنابل الغاز، كل ما إلى ذلك، هو الذي يحولها إلى عنف دائماً. لا تبكي يا ابن عاشر، لا تبكي يا ابن عاشر، ابنك شمعة مضوية، ابنك شمعة مضوية. نقول أن استمرار الصمت والحركة البطيئة والمواقف التي هي أنصاف مواقف لا تكفي، وقد تنفجر الأوضاع، وبالتالي الجهود الخجولة تذهب أدراج الرياح. إذا ما أرادوا، يعني للعالم نقول، إذا أرادوا أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة وأرادوا كسر الجمود في عملية السلام، لابد أن يبذلوا جهدا حقيقيا من أجل الاستجابة لمطالب المضربين لتهيئة مناخ إيجابي أكثر ومناسب أكثر لاستئناف عملية المفاوضات. دليل حرج هذا الاحتلال وخسران هذا الاحتلال أنه يخاف من صورة فيديو تلتقط لسامر العساوي في القدس، دليل فشله مقابلة هذه التحركات الجماهيرية الواسعة في الضفة بالرصاص الحي والمعدن والمطاطي والغاز. هذا فشل الاحتلال. دعوتي لكل الفلسطيني والعربي والإسلامي والمقاومة الفلسطينية والمستوى السياسي أن نخرج كل أوراق القوة قبل أن نقول يوما سبق سيف العدل وفاة الفوت. إذا استشهد أحد الإخوة المضربين في سجن الاحتلال، فعلى كل من يسمي نفسه حر في هذا العالم أن يلبس لباس النساء. لتلفزيون القدس، بصير شتية، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.